في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي قبل قليل حدث هنا انفجار ما زال مجهولا حتى الآن بالقرب من هذه المستودعات التجارية. طبعا هذه المستودعات هي مستودعات لمواد التنظيف وأيضا مستودع آخر لبطاريات السيارات وبطاريات الطاقة الشمسية. طبعا حتى الآن أخرج الدفاع المدني عدة مصابين من تحت هذه الأنقاض وما زال البحث جاري عن ناجين أيضا تحت هذه الأنقاض. طبعا لم يتم معرفة الحصيلة النهائية للضحايا والجرحى هنا، لكن هناك ضحايا أيضا هناك جرحى تم انتشالهم من تحت هذه الأنقاض، وتم وما زالت فرق الدفاع المدني والشرطة قائمة على موضوع إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين وتمشيط هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة وهذه هذا المكان بالذات شهد العام الماضي انفجار شاحنة مفككة أيضا أسفرت عن ضحايا وعن جرحى بين المدنيين. طبعا هذه المنطقة هي منطقة تجارية وهو المتحلق الشمالي في مدينة الباب، وهي منطقة للمستودعات التجارية التي تنتشر هنا على هذا الطريق بشكل كبير. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، من ريف حلب الشرقي.